لارتيست نربح معنا جام شو سيزون لول نزار. إذا كان عندك حلم أو هدف حياتك ومازال ما وصلتش ليه وجاتك الفرصة شحال من مرة وخدمتيها مزيان وتزقلات، عارف راسك باللي الله تعالى مخبيك شي حاجة أكبر ما كتخيل. وقصة الشخص اللي معنا اليوم هي أكبر مثال، وباش تعرف علاش كنهضر وتفهم مزيان تفرج في الفيديو من الأول حتى الآخر، ما تزقل حتى شي حاجة، لأن الأرتيست اللي معنا ربح بزاف ديال الكومبيتيسيون وما تشارش. خدم كيعلم السجناء الراب داخل مؤسسة سجنية ودار بزاف الأمور المخفية اللي ما عارفها حتى شي واحد، وغنهضروا عليها في القصة ديالو. مالك تفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر، دير معك ابوني لاشين ولايك الفيديو. وسيداتي سادتي مرحبا بكم في قصه نزار. كلشي فداتي كيربيت من الانزيمات، كلشي كيسول انا ودريكم منين جينا، راه فكرنا ودابا غنشدوا الامور زمان، ما كاين غير البيوش غعيط لي بنزيما. خرجوا سلامات خربين صافي سلامات، اللي دابا غنحكموا على طول. المملكة المغربية الشريفة سنة 2015 تسود، وبالضبط أزيلال. غيتزاد نزار من أب عصام يعشق تنظيم المخيمات للأطفال والشباب، وأم مغربية تعشق تراب هذا البلد. ومن طفولته كان طفل محبوب ومدلل من طرف الأب دياله، دوز طفولة مليئة بالحب والحنان. بعد بلوغه السن الدراسة التحق بالمؤسسة التعليمية وهو كل طموح باش يتعلم ويمشي بعيد في المشوار الدراسي. بعد بلوغه 8 سنوات غيجرب من ايدو باش يسجلو في نادي الكاراتي باش يزرع في روح المنافسة والرياضة، ولكن غيكتشف من بعد باللي عنده موهبة كبيرة في هذه الرياضة، لانه مارس 10 سنوات وربح فيها 43 ميدالية. وهذا الانجاز ماشي سهل، باش تربح 43 ميدالية في 10 سنوات لازم يقسمو على كل سنة، راه المينيموم كتربح واحد التروفي اللي مزيان وكيشرف الرياضة اللي كدير وكيشرفك انت كرياضي. غيحبس من بعد، والسبب هو انه دار اوبيراسيون تاع المثانة الزايدة اللي كانت هي السبب اللي خلاته يريح في الدار لمدة 6 أشهر. ومن غير موهبة الكاراتي كان كيلعب الكورة مزيان، وكذلك كان كيشطح البريك دانس المخيمات اللي كانت عنده 9 سنوات. نزار وهو كيعيش حياته راح تنقل بين المدن المغرب عدة مرات. بعد الازدياد في ازيلال انتقل العيش في تاونات، ومن وراها استقر به الحال في العرائش، وهي المدينة اللي كيبريزونتي في الكومبيتيسيون اللي كيدير وكيشطح بريك دانس. دخل على غفلة في جروب الراب وبين على مستوى ديالو وزاد معنا في الشو للجروب، وهذا هو السبب اللي غيخليهم يدخلوه معاهم في التيم. وكانت اول مره غيرابي فيها بحيث كتبوا ليه 4 سطور اللي غيطلع فوق الخشابه وغيرابي بهم، ومن هنا غادي يبعد على شي حاجه سميتها الراب. حتى دار 17 سنه ورابالي اول مره بكل حب، ومن اللي سافت لصحابه ضحكوا عليه، وكانت هذيك هي شراره النجاح باش يخدم على راسه ويتعلم ليه الراب. نزار بدا اوفيسيين مو سنه 2018 من بعد موجه الراب اللي كانت في 2017 اللي كانت فيها قفزه كبيره للهيب هوب في المغرب. وفي سنه 2018 تخيل يتعلم ليه الجيتار في كونسيرفاتوار، ولكن ما كملش فيه، بقى مركز غير على يوتيوب باش يتعلم من تما. وفي هذه الفتره كان كيسجل فري ستايل وكيبوست في انستغرام وفي يوتيوب. نزار هي فلو جيبو من ايسلندا، غادي نقص القمر ما حد كنقيس لامبا لاندا لاردا كان فردا، ما كنزيقو حتى شي حاجه حتى كنمشي نجربا، كلشي باغي تيري وانا ضارب جيلي باربال من فوق هادشي مرتاح حيت راه الدار داري، راه تصارب اللي جيني كود فور شور غندير كاميكو ونقول لك الاسرار ديالي. ها طوكيلي طوكيلي طوكينا مع هادو مازال ما درنا والو، هاللي غادي هلك يقول لك وخي لا مانو، يبقى لي غا دماغي مزيح حتى هو الدينامو، كلشي كيدير اللي كيناسبو كان اللي دار حلقه كان اللي ضرب ضربه في حاجبو من حقو لا عاجبو صفيها مع كلشي احنا بحال بحال، اما كل واحد فينا ربي بوحدو اللي غايس حاسبو. وفي سنة 2019 غيطلع باش يقرا في طنجة باش يكمل قرايته، وهذه طريق اخرى في حياته. وإلى قلنا نزار خاصنا نقولو حتى زيزار، هو واحد نونوس عنده وكان معاه ملي كان صغير، تقريبا كبر معاه وعاش معاه بزاف تاع الذكريات. وفي سنة 2020 غتكون سنة مميزة في الكارير ديالو، وهذا العام كان فيروس كورونا عالم كله سد عليه، ونزار لقى فرصة ولا كيحط خوه ديال الفريستايل في النهار. طرق ماشي طرق كل واحد فينا كي كيفكر، واخا مشيتي بعيد مي كنكون بوحدي نتي كنتذكر، قلبي ما فهموش حتى العقل كل نهار كيدبزو بجوج، ناس اللي كيقولوا الحب صعيب راه ما كتبوش، قلنا يد في يد حتى الاخر حتى حاجه ما غتفرقنا، مشاكل درقنا بحر الله وسطنا غرقنا، بجوجنا درنا كلشي بجوجنا غربنا بجوجنا شر بجوجنا سمعنا النفس ضرنا وكاع المسامر راه طرقنا. وكذلك شارك في مسابقه ديال الطونبيك وربح ايفون 11 برو ماكس. Yo, hey.
درتولي في دماغ الضوضاء تاني فري فري نعاودو وحراك نقردو في الاوضاع حنا يا راك كلين نتوما بلاودو ايفون داخل غير بالاقدار جيب لي اكبر واحد عنده مع الرابرا انا غير نشوف لو فلو ويد غير كنلوف الجمال قالوا لي هيداك باع لي دازو كنقيدو ما كنقولش انا ام باك كنشوف الراب كنقيمو كنشوف الراب كنزيرو كيكون خايب كنزينو واش شفتي حصل ايفون انا دابا غير كنزينو انا راه ضمت البنة الراب وانا راه ضمت البنة نوبط الدم راه طلعو في الراس شتي هادشي اللي قلنا حيت الدمى والناس نفس كلشي تا من خالد عما نوبط كارتا انا الراس كتعرف ازيلا انا نارا من تما انا راه ضمت البنة الراب وانا راه ضمت البنة نوبط الدم راه طلعو في الراس شتي هادشي اللي قلنا حيت الدمى والناس نفس كلشي تا من خالد عما نوبط كارتا انا الراس كتعرف ازيلا انا نارا من تما هاد الفوز في المسابقة ديال البيك عطاتو دفعة معنوية في الكارير وخلاتو يتيق في راسو كتر وفي 16 نوفمبر 2020 يخرج كليب إياه حتى فولا عملتينا خايب وخا كان بغيوك الدولة بسان دو دونو فلو كليانتي لو رمبو دو دور رمتانتي لو سري ألاندان دفرانت التراك اللي كانت فيه 2 دقائق و13 ثانية راب بالعربية والإسبانية كان واحد المزيج رائع بين اللغتين وعطى فيه فلو ناضي فوق البيتش وفي نفس العام غيدوز نزار مع المبوق في الحلقة ديال الراب الشمالي وكان في المينياتور ديال الفيديو وحتى في الفري ستايل ديالو كان هو أكثر مرورا في الحلقة يعني كان مميز بين كاع الدراري الفري ستايل في الراب الشمالي وبين على بيرفورمانس زوينة في الحلقة ديال المبوق في الشرجم ديال الحومة كاين شحال من بري جيجا نزار غتا كيغفل كيجي من أي جهة سيغيوف كاع البلاي واخا تشوفني كريزي هنا ما فياش نبايز قالو محلول ما يبيها الشيء كلشي كيجي بالممارسه لا بغينا نحافظوا على التراث غنضربوا قندورات وترازه كلشي كيجي بالممارسه لا بغينا نلقاو شي فرص غنقصوا من الدوران والقافوزه هاد الحلقه كانت مزيانه لي الا كسب الثقه في راسو وحتى في البرودوي ديالو واخا ما تشارش بحال الدراري دازو مع البو بحال بوقال 2011 واكس 7 كير وبوقال واكس 7 كير بجوج درنا القصه ديالهم اللي غتلقاو ليان ديالها في الديسكريبسيون ولكن راك كسبت تجربة وفي 27 فبراير غيجي تراك هيدا بحال الهيد ديال التينيس وانا اللي هنا راه رافايل نادال شفتي على ايماجينيشن شمالي وكنقول هيدا بنادم مريض جال فين حنا عايشين هيجن مين شافو الاس القايدة صوت رائع وفلو اكثر ما نقولو عليه مميز وانه دريل وانستريك حتى هو كذلك تراك شبعان فايب وانت كتمزك ما كتحسش بالمورسو كيفاش حتى سال ضرب التراك على يوتيوب حوالي 45000 مشاهده و27 افريل 2021 غيجي تراك اشباح لا بديت الرابي راه كيجيني الطوق شكون اللي باباين دابا راه ماشي سوقي اباباين وبنت اللي كدوي على الاكو ما بدلتي حتى الكاب ديال اكاتسوكي التراك اللي تحط اوديو كانت فيه كتابه رائعه مقارنه بالميتافور وكذلك لي فونومي اللي بانوا وسطو ضرب هذا المورسو على يوتيوب حوالي 30000 مشاهده هو رقم مهم بزاف في الكارير ديالو في ديك الوقيته وفي 18 سبتمبر 2021 غيتحط احسن تراك عنده افضل مورسو واحسن تراك كيعجبو هو وعزت عليه بزاف اللي هو غضحك ديت على كلامي دابا الراب ديكتو تاعي عندي قاموس ديال الريمات عندي قانون ديالي بوحدي كاع ما كنتخ بالامام اللي كاع ما مزوج باقي الزوفريكي تيتر اللي كان هو اكستريم الاوبي كانوا فيها 7 تراكات من الانترو حتى الاوترو وبالنسبه لهذا المورسو تمشى مزيان ودار فيوز اللي خلاتو يفرح بها ويتيق في الموسيقى ديالو الفيوز اللي ضارب على يوتيوب حوالي 157 الف مشاهده كانت هذه القصه اللي خلاته تقريبا كليب بجميع التراكات من الاي بي وثاني مورسو معنا هو الجمره سيل غسلك كنا بغينا اونتي سيستم عندنا نفس اللعب كنا زدنا خطوه لقدام لقيتي اللور راس الركر موسيقى دريل كتزيد من الشعبيه ديالو واخا كيحط كليبات مزيانين وبين على الموهبه جديده اللي هي كيلعب الباسكت مزيان ضارب هذا المورسو على يوتيوب حوالي 156 الف مشاهده ودابا جات نوبت واحد من احسن تراكات عنده في الاي بي وكان رومانتيك اللي هو غالي قلنا غنكملو بجوج تفرقنا لامور ياك جمعنا لامور قولي دابا فين كالله جيتي ما قلتي والو مخليني مشطون عرف يختار الكلمات ديالو بعنايه وعرف كذلك كيفاش يوصف طريق انفصال حبيبين وكيفاش كتكون وجهه نظر كل واحد منهما مورسو اللي عجبني انا ميوزيكالمو وحتى ليريكس وغادي نهضر لكم على اخر تراك من الاي بي اللي عجبني بزاف اللي حتى هو عنده الوزن ديالو اللي هو سيطانة اني شايفة اللي طاري باغي تكوني في داري واخنتي يا شيطانة
فيلينغ لادوس ديالو طالع في هاد التيتر. خلينا نحسو باللي كاع الذكريات الجميله عادت الى الاذهان بفلو اكثر ما نقولوا عليه. واختار السهل المبتنع وقدر يوصل للقلب ديال البيبليك بطريقه اللي زوينه وقدر يوصل الرساله بكل سلاسه. ومورسو ما كاينش في يوتيوب مي غتلقاه في سبوتيفاي. وفي 2021 نيتش نزار غير ربح كومبيتيسيون جديده ديال لايف روم، هي مسابقه الراب اللي تضمات في مدينه طنجه. ومن بعد هاد الكومبيتيسيون غيتختار باش يكون احد المعلمين الراب في احد الاصلاحيات السجنيه تاع بن سليمان. كانت تجربه رائعه في حياته وعلمته باش يقنع بداك الشيء اللي عنده. راه كاين شي ناس ما عندهمش حتى 5% من داك الشيء اللي كتعيش انت فيه دابا، وهذا ميساج ديما احمد الله على داك الشيء اللي متوفر لك دابا وقنع بداك الشيء اللي عندك وربي غيجيب التيسير. وفي 22 مارس 2022 غيتحط تراك كومو. كل مره كنقرر الاخره هذه داكشي اللي شفتو من مزيكا ما لقيتو في صحابي. زيرو بروديكسيون هو الاستوديو فين سجل هاد التراك. كانت فيه الكاليتي تاع الصوت نيفو مزيان واعر وكيزيد من الجماليه ديال التراك. ضرب هاد المورسو على يوتيوب بحوالي 94000 مشاهده. وفي 22 اكتوبر غيتحط خطه الف. بينا نخرج وسلامات خربيق صافي سلامات شنو اللي دابا غنحكموا على الطول. مورسو اللي ملصق 45000 مشاهده قلب لي الموسيقى ديالو كيستلمها من المحيط اللي عايش فيه وماشي كيكذب. وبحال هاد الموسيقى كتكون ريل واقعيه وكتوصل للبيبليك. قال واحد السطر اللي عجبني بزاف هو صوفي راسك عاد شوف السيتي عتق راسك انت الاول هني دافع على مدينتك وانت مازال ما عندك حتى شي نقطه القوه في الشخصيه ديالك وكتدافع على شي حوايج اللي ما عندك فيهم حتى شي رباح. في 14 فبراير 2023 غيتحط يواسيني الليل. كنا قراو كنا كنديروا اي حاجه بجوج عمرك تنسحاب النار نقل برا غادي ندوز كنتفكر الضحكه ديال القراصي مقجوج. الحب عاوتاني هو السطور كيهضر على السطه ديالو اللي مشات وخلاته والليل هو اللي كيواسي. وفي 11 مارس من نفس العام غيجي تراك بلوك سموكس. بينا أسرة وساكنين في نفس الحجرة لجاز مازال راه ناقصين شي حاجات راه كاملين لينا بوشرة وغنقسمو حتى الأجرة لجاز. تيتر اللي ضارب على يوتيوب حوالي 220000 مشاهدة كأعلى مرسوم مشاهدة من هادوك اللي دازو. وفي 7 نوفمبر 2023 غيجي تي دي اس. نقول لها بعدي ميم سيبال حيت ما بليش الانسجام كندير اللي ارتاحت وقت ما بغيت ما عنديش معلي التزام صحبة خديت ارتصام. الكوبلي الأولى من هاد التيتر تحطاش بزاف ديال البلايص. نقدر نقولو بأن نزار داك الباجاج اللي عنده عاونو بزاف في الكارير ديالو. من مورا هاد التيتر شارك في كومبيتيسيون ديال سوسيتي جينيرال اللي ربح فيها حتى هي المرتبة الأولى وكان من نصيبه 20000 درهم. وفي 2024 غتكون سنة نزار بامتياز بعد فوزه بمسابقة جامشو الموسم الأول. كان المرور الأول في البرايم لا بأس به وقدر يقنع اللجنة باش يدوز للمرحلة الثانية. من بعد هاد الحلقة بدا كيطلع البيرفورمانس ديالو في البرايم ومن أحسن لي شو اللي دار وتشار بيه بزاف هو فجا في السوجي تاع الحب قدر يكون اونيك على كاع لي كونديدا اللي كانوا معاه بسبب داك البيرفورمانس اللي دار. اما في الفينال بقاو 4 ديال لي كونديدا وعطاوهم للجنه الحريه في الاختيار المواضيع اللي يقدر يلعبوا فيهم فوق لي شو ديالهم وكان كل واحد لعب كيف ما بغى فوق الخشابه ولكن الفائز هو نزار من بعد ما قلع النجله وحتى البيبليك. نقدو النيش لا صاحبي بي بالرجال باغي نعيش انا صافي غير يجوني النيشان. قدر يربح 25 مليون سنتيم اللي غتعاونو بزاف في الكارير ديالو ولكن واحد الغومارك صغيره بلي داك المونطو ما غاديش يشدو كله ويديرو في جيبو ولكن راه انفيستي في الموسيقى باش يخرج بي او بي وكليب. وفي 20 من شهر 7 غيتحط كليب سماه 25 مليون. نحيدو الدود دابا وصرب مشدود انا فيرات بحر رب الهند كلشي ترحم على الشهداء. كاين شي ناس ما عجبهمش الكليب ولكن كاين بزاف ديال الناس عجبهم وكذلك الموسيقى اللي فيه اوني ومعروفه غير بنزار وفيها الطامبو ديالو هوايا. كيف ما لاحظتوا الدراري بلي نزار قدر يربح جامشو غير بالتراكات اللي كانوا عنده قدام وديجا خدمهم يعني داك الاكسبيريونس اللي عنده عاوناته بزاف في المسابقه. كيجيب كوبلي من كل تراك كيحطها في البرايم وكيقدر يدوز. وثاني حاجه اخرى عاوناته هو انهم ديك الكومبيتيسيون اللي كان كيشارك فيهم خلاه يولف على الكاميرا ويولف على الاجواء تاع المنافسه وكيفاش يقدر يسير راسو بين الكونديدا اللي كانوا معاه. وهذه نقطه تحسب له انه لعب لي بوان بوزيتيف اللي عنده. كيف ما لاحظتوا الدراري نزار واحد الصات اللي ما لقاهاش ساهله وتقاتل لها راسه. وانا كنشجع مع هذا المنبر انه قدر يفرض راسه وسط البيبليك وسط الكونديدا اللي كانوا معاه قدر يربح مونطو اللي غيعاونو بزاف في الكارير ديالو باش تخرج كليب و اوبي وانت ما تصرف حتى حاجه من جيبك وكاع لي غوفوني اللي غيجيك من ورا داك الموسيقى كلها اللي درتي غتكون شي حاجه اللي رابحه وكذلك غتعطيك بيبليسيتي مزيانه في الكارير قدر الناس يعرفوك بها. اذا عندكم اي تساؤل الدراري حطوا ليها في لي كومونتير. والى هنا غتكون سهلة الحلقه ونشوفوا الفيديو الجاي. يما غادي مرافقين موسيقى اللي فاقه جايبه بوكو راس لا راس لا راس كل ليله.